أجدد الترحيب بحضراتكم. أشعلت مظاهرات طلاب الصف الأول الثانوي في مصر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول صور وفيديوهات لاعتداء الشرطة على الطلاب أثناء احتجاجهم على فشل نظام الامتحانات الجديد. وتصدر وسم اطمن أنت مش لوحدك قائمة الأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث شارك المغردون صورا وفيديوهات لمظاهرات الطلاب في محافظات عدة وهتافاتهم ضد وزير التعليم طارق شوقي ونظام الامتحانات الجديد، مطالبين برحيل الوزير لتتدخل الشرطة وتفض المظاهرات بالقوة وتعتدي على الطلاب وتلقي القبض على بعضهم. هذا وقد أدان حزب العيش والحرية تحت التأسيس الممارسات القمعية التي مارستها قوات الأمن اليوم في مواجهة الاعتراضات المشروعة لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، سواء في استخدام القوة في فض التظاهرات السلمية أو إلقاء القبض على العشرات من الطلاب في العديد من المحافظات، وذلك طبعا دون مراعاة لمستقبلهم وللخطر الذي يجسده احتجازهم وتعرضهم للعنف. مجددا أرحب في الاستوديو بضيفي الأستاذ خالد داود عضو الحركة المدنية الديمقراطية، وأيضا أرحب بضيفي الأستاذ خالد السيد الباحث السياسي الذي انضم إلينا. مساء الخير وأهلا بكما. اسمح لي بداية أن نبدأ هذا الحديث مع الأستاذة سوزان ندى وكيل مؤسس حزب العيش والحرية عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة سوزان وأهلا بك. بداية، يعني الحزب قد أدان العنف في التعامل مع هؤلاء الأطفال دون 18 وأيضا إلقاء القبض عليهم. تضاربت الآراء ما بين من قال بأنه تم احتجازهم بالفعل لليلة واحدة في الأقسام أقسام الشرطة، وما بين من قال أنه تم إطلاق سراحهم مباشرة. هل لديك أي تفاصيل حول أوضاع هؤلاء الأطفال أستاذة سوزان؟ مساء النور، أهلا بك. برحب بك وبرحب بالضيوف والمشاهدين. أهلا بك. تفاصيل، أنا ما عنديش تفاصيل خاصة بخلاف ما ورد على صفحات الفيسبوك ومن خلال شكاوى العديد من الأمهات صديقاتي، وخصوصا أن بناتي في نفس المرحلة العمرية تقريبا. الحقيقة هنا الموضوع ده لازم نتناوله من ناحيتين. الناحية الأولانية اللي هي هو تطوير التعليم في مصر. موضوع تطوير التعليم في مصر الحقيقة كان المفترض أنه هو يتاخد بشكل أكثر علمية، بمعنى أن احنا لما نبتدي ندور مناهج التعليم أو نبتدي بتطوير مناهج التعليم وتطوير الأبنية التعليمية وتطوير المعلم، وبعدين ننتقل لاستخدام الأجهزة الحديثة اللي هي التابلت. فالحقيقة أن الاستخدام المفاجئ للتابلت للطلاب دون السن، مش كلهم ممرنين ولا كل المدرسين المسؤولين عن تعليمهم خدوا التدريبات الكافية لكيفية استخدام التابلت، ولا في تطوير اللي هو مناهج التعليم نفسها، مش الأداة اللي بيتم بيها الامتحانات. دي حاجة. الحاجة الثانية ان احنا لما نيجي نفرض نظام تعليم جديد اللي هو استخدام الانترنت واستخدام التابلت، صحيح في دول اوروبية سبقتنا في ده قبل كده بكتير، بس كان بيسبقوا العديد من المراحل اللي هي ما حصلتش عندنا. الموضوع الثاني ان بالاضافه لان كل جيل بيدخل اسفل اسفل يلاقي نظام التعليم مختلف ونظام رصد الدرجات مختلف وحساب المجموع بطريقه مختلفه، كمان يعني ما تمش تطوير الانترنت وسيستم الانترنت في مصر، بحيث ان الطالب لما يدخل وهو مستعد للامتحان سيفاجئ ان السيستم واقع، وبعد كده ينتظروا لساعات علشان السيستم بتاع الوزارة يشتغل تاني، وبعدين يقولوا لهم لا هنتنقل للجان أخرى علشان نأدي الامتحان ورقي، وبعدين الأطفال يقعدوا من الساعة يعني ترين يا أستاذة سوزان، نعم أستاذة سوزان، ترين بأنه كل الظروف الموضوعية لرد فعل الطلاب الذي شهدناه كانت متوفرة، من عدم إعدادهم وتحضيرهم إلى فشل السيستم نفسه في العمل، فما رأيك برد فعل الطلاب الذين خرجوا بهذا الشكل؟
انا بس عايزه اركز قد ايه ان حصل ان احنا بناخد قشور الموضوع ونسيب صلب الموضوع. كان المفترض على سياده الوزير دراسه الظروف الموضوعيه ووضع الطلاب جميعا قبل ما يفرض عليهم 6 جنيه، ده نمره واحد. نمره اثنين، الطلاب في المرحله العمريه دي هم بيبقى تحت ضغط نفسي شديد جدا. يا امورهم تحت ضغط نفسي. نعم. اللي عملوه ان هم تظاهروا. معلش سأشكرك يا أستاذة سوزان، في عندي مشكلة في الخط، يعني الصوت ما عادش واضح زي الأول، فأشكرك جزيل الشكر الأستاذة سوزان ندى وكيل مؤسس حزب العيش والحرية على مداخلتك هذه. أستاذ خالد السيد، بداية كيف رأيت ردة فعل هؤلاء الطلاب وهذا الخروج العفوي غير المؤطر؟ أنا بس عندي ملحوظة في الأول ليها علاقة بأنه واضح أنه السيستم بتاع السلطة في مصر أنه إزاي نعمل إيهام بأن إحنا بنحقق إنجازات وبناخد خطوات لقدام، لكن مضمون اللي بيحصل عكس كده تماما. ده الأول كان بيتم عن طريق رأس السلطة رئيس الجمهورية، عن طريق مشاريع ما بتقدمش أي جديد للبلد وبالعكس بتستهلك الاحتياطي الموجود من أموال وغيره. لكن المرة دي وزير في تقريبا واحدة من أهم الوزارات بيقامر حرفيا بمستقبل أجيال بحالها عشان ياخد اللقطة ويقول ان هو بيعمل الانجازات. زي ما سوزان قالت انه تطوير التعليم في مصر اعمق بكتير من ان الطلبه تتنقل من الامتحان الورقي للامتحان بالتابلت. تطوير التعليم في مصر له علاقه بتطوير المدرس، له علاقه بتقليل كثافه الفصول، له علاقه بتطوير المناهج. لكن بما ان في مصر السيستم كله قايم على اني اعمل ايهام بانجاز ما بيتحققش، فالمره دي كان له علاقه بالمقامره بالمستقبل. أجيال بتدرس وبتمتحن فحصل التظاهرات اللي حصلت دي. لكن أنا في الحقيقة دي مش أول مرة تحصل التظاهرات دي، من أواخر 2015 في الوزير السابق قرر قرار فجائي كده بأنه 2015 شهر 10 2015 أنه 20 درجة من الدرجات تقريبا يبقى على الحضور والسلوك وغيره. وحصلت مظاهرات برضو عفوية بدون أي تدخل من أي جهة سياسية، حزب أو طيار أو حركة شبابية أو كده. وأنا في رأيي دوت طول الوقت هيفضل موجود. الرهان السلطة على أنها التنكيل بالأحزاب السياسية والتنكيل بالأشكال الرسمية والتيارات والحركات هيوقف حجم الاعتراض، هيوقف حجم التظاهر. أنا رأيي أنه رهان فاشل ورهان خسران، وبيثبت في كل مرة أنه ما بيجيبش نتائج. التظاهرات الأخيرة على سبيل المثال اللي قبل كده مباشرة ليها علاقة بالاعتراض على حادثة قطار رمسيس الشهيرة، أغلب التظاهرات كانت تظاهرات عفوية، تظاهرات غير منظمة، تظاهرات ناس تعاطفت وشباب تعاطفوا مع اللي حصل لضحايا حادثة القطار. أستاذ خالد داود، تعامل السلطة مع هؤلاء الأطفال كان مشابها لتعامل مع أي فئة من النشطاء أو المعارضة، والحقيقة لم تختلف كثيرا. رأينا مشاهد مروعة بالفعل للأطفال يتعرضون للضرب والإهانات وللتحرش الجنسي أيضا في بعض المقاطع. برأيك الآن ماذا لدى السلطة من أدوات للتعامل مع هؤلاء الأطفال؟ هل ستضعهم في السجون؟ يعني ما هو السيناريو المحتمل؟ كما ذكر أستاذ خالد دول غير مؤطرين، ما فيش وراهم أي أحزاب، دول حتى ما يعرفوش أي حد. مزبوط. أطفال كان عندهم 5 سنين أيام الثورة، اليوم في 13 و14 من أعمارهم. يعني أنا أعتقد أستاذ ليان، بجانب كل المشاكل اللي أشار ليها صديقي خالد وسوزان بشأن تطوير العملية التعليمية والمشاكل المرتبطة بالعملية التعليمية في مصر، الأكثر إثارة للفزع والانتقاد في الحدث بالأمس هي طريقة تعامل الشرطة والعنف الذي تم استخدامه مع أطفال. يعني كما نتحدث نحن جميعا في سن 15 16 أو أقل من ذلك، يعني في
في طلبة الأولى ثانوي، وأنه ما كانش فيه يعني في النهاية تصديق يعني مظاهرة طلابية نتيجة لصعوبة أسئلة الامتحان، نتيجة للمشاكل المتعلقة بالسيستم والتابلت والسيستم بيقع والسيستم بيرجع وكل هذه الأمور، أن يتم استخدام كل هذا حجم العنف وإلقاء القبض بالفعل على عدد من الطلاب. حتى أنا يعني اللي قرأته مؤخرا أن وزير الداخلية أصدر أمر بالإفراج عن كل الطلاب الذين تم احتجازهم لكي يتمكنوا من أداء الامتحان، وأعتقد أنه هو يعني وزير التعليم أيضا هون اسمح لي أن أستوقفك. الناس وهناك البعض من تقدم ببلاغ للنائب العام على سبيل المثال ضد طارق شوقي، مع أنه طارق شوقي ليس هو من أعطى الأوامر لرجال الأمن بالتعامل مع الأطفال بهذه بكل الطريقة. بكل تأكيد هو ما فيش أي تأهيل من أي نوع لقوات الأمن في التعامل مع أي شكل من أشكال الاحتجاج بكل تأكيد. بس أنا مستغرب منه أن يعني الكثير من الضباط اللي أنا شفتهم بالأمس أكيد عندهم أطفال ممكن يكونوا في نفس عمر الطلبة اللي هم كانوا خرجوا يتظاهروا أمس، وحتى في التعامل مع فتيات صغار السن زي ما حضرتك أشرتي الطريقة العنيفة للغاية اللي تم التعامل بها مع بعض الطالبات والاعتداء عليهم بالضرب، هو ده اللي ما كانش مفهوم مطلقا. فبالتالي اللي أنا قرأته النهاردة في الصحف المصرية أنه تم التقدم ببلاغات ضد وزير التعليم، يعني إحنا في حالات سابقة عديدة لما كانت بتحصل مشاكل من النوع ده زي ما أشار زميلي خالد كان بيستقيل وزير التعليم على الأقل يعني تحملا لجزء من المسؤولية. لكن من المعروف أن الوزير طارق شوقي من أكثر الوزراء قربا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، هو كان عمل معاه بالفعل كمستشار للتعليم لعدة سنوات قبل ما يتولى منصب الوزارة. فعلشان كده أعتقد إن إحنا لم نشهد الاستقالة للوزير، واحنا كان يعني ربما ده يعتبر تقليد نسبي عندنا في مصر بعد حادثة قطار اللي احنا شفناه في محطة رمسيس، ايضا استقال وزير النقل. لكن اعتقد ان كان في محاولات سريعة لتدارك هذا الامر، لم نسمع اعتذار رسمي وصريح من وزير الداخلية نتيجة لهذه الطريقة العنيفة للغاية التي تزيد من غضب وحنق للمواطنين. ولكن على الاقل لم يعني يتم احتجاز هؤلاء لانهم احداث، يعني فهو انت هتحطهم فين يعني. أستاذ خالد سيد، الآن يخشى من أنه عملية التطوير وإن كانت يعني حتى الآن لم نشهد يعني ثمارها أن تتوقف حيال هذه المحاولات الفاشلة المتكررة. أنا بس قبل ما أتكلم عن عملية التطوير عندي ثلاث ملاحظات سريعة. الملاحظة الأولانية متعلقة بأبناء الضباط والمسؤولين، ما بيروحوش المدارس اللي ولادنا بيروحوها، بيروحوا المدارس الدولية. أمناء شرطة امبارح كانوا بيضربوا بس يعني. أمناء شرطة يعني تخيل أنه أبنائهم سيكونوا مع بس يعني المسؤولين والضباط ولادهم ما بيروحوش المدارس الحكومية والمدارس التجريب الفقيرة، بيروحوا المدارس الدولية اللي بآلاف الجنيهات، فما عندهمش نفس المشاكل اللي عند ولادنا، ما بيخضعوش لتجربة تقرير مصيرهم اللي بتخضع لأهواء الوزراء لما بتغيروا من وزير للتاني. الملحوظة الثانية ليها علاقة بأن المخابرات في مصر بذلت مجهود على مدار السنتين اللي فاتت أنها تشتري كل القنوات وتحجم الدراما بشكل كبير علشان تقول لنا أن الضباط ملائكة بجناحين، لكن المشاهد اللي شفناها خلال اليومين اللي فاتوا اللي لسه في شهر رمضان اللي لسه نتائج المسلسلات دي ما ظهرتش بتقول بكل وضوح يعني أنه لا يا جماعة الضباط زي ما هم وأمناء الشرطة زي ما هم، وده كل بيت في مصر عارفه مهما أمموا في الدراما المصرية اللي قطعوا أرزاق ناس كتير، مش بس ممثلين، ناس مشتغلين بشكل عام في عملية صناعة الدراما والسينما في مصر، بتقول إن كل بيت في مصر عارف الضباط بتعمل إيه أو وزارة الداخلية على وجه التحديد نهجها عامل إزاي في التعامل مع المواطنين بالذات لو ما لهمش ظهر وما لهمش سند. الملحوظة الثالثة ليها علاقة بإنه حتى ما يسمى قانون التظاهر يعني مفهوش تكليف بأنه الأطفال يتم استصدار إذن من وزارة الداخلية لتظاهرات الأطفال، لأنه ما كانش وارد أبدا للي بيسن وبيشرع وبيحط القانون ده عشان يمنع المعارضة أنها تتظاهر أنه يحط دوت للأطفال. فيما له علاقة بالتطوير أو غيره، أنا تقديري أنه زي ما كنت بتكلم من شوية عملية التطوير أعمق بكتير من اللي بيحاول يعمله وزير التعليم النهاردة. عملية التطوير بتحتاج تطبيق بنود الموازنة الخاصة بالتعليم، زيادة عدد المدارس زيادة عدد المدارس، تأهيل المدرسين للتعامل مع التطوير اللي بيحصل دوت. فأنا في رأيي أنه اللي بيحصل النهاردة حاجة ما
تقدمش نتائج مهمة، حاجة بالعكس بتحط مستقبل أجيال بحالها على رهان المزاج اللي عليه السلطة أو اللي عليه الوزير أو اللي في إيده الأمر في تحديد مسار ومصير هؤلاء الطلاب. وخاصة أن الوزير كمان يعني يكمل كلام خالد أن هو الوزير نفسه راح واشتكى أمام مجلس النواب أنه لم يحصل على 11 مليار جنيه من أجل تطوير العملية التعليمية، فبالتالي هو ده اللي احنا بنقوله. كيف تتخيل رد فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاهدة هذه الأحداث أستاذ خالد؟ هو يعني في الغالب أنا زي ما هو أنا ما توقعش أنه هيتم إقالة الوزير، لأنه يعني بالعكس أنا على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولات للدفاع عن الوزير واتهام للمواطنين أن احنا اللي بنرفض التطوير. ما قصدت برد الفعل يعني رغم كل المحاولات ورغم كل الرسائل التي تدعو إلى احتواء الشباب والموجهة للشباب وبأنه أنتم بنات المستقبل ويخرج الأطفال اليوم والطلاب بهذه الطريقة؟ الغريب يا أستاذ ليليان بصراحة في يعني المؤيدين للرئيس السيسي على الأقل من خلال متابعتي لبعض المواقع التواصل الاجتماعي أن بيتم الترويج برضو لنفس الاتهامات المعتادة أن ده مؤامرة وأن ده تم تضخيم فيها من قبل جماعات الإخوان ومحطات التلفزيون التي تتخذ من تركيا مقرا لها. فيعني إصرار على عدم التعامل مع الأمر الواقع على الأرض وأن هو فعلا في مشكلة حقيقية وفي حالة احتقان حقيقي عند الطلبة نتيجة لعدم وجود اي نظام مستقر للتعليم، فهي دي المشكله الحقيقيه. وان كان يعني مره ثانيه اللي احنا محتاجينه بالفعل تعامل ادمي مع المواطن المصري وتفهم على الاقل للاسباب اللي بتدفع هؤلاء الطلاب الى الخروج بهذه الاعداد وتظاهر في كل المدن المصريه، وهي دي كمان كان امر لافت امبارح. ضيوفنا الكرام مشاهدينا امامنا فاصل